السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدامني في سويسرا نبي نتكلم عن الشوكولاتة هذه. الشوكولاتة هذه من أجمل ومن أحلى شكاليط اللي نعرفوه. والشوكولاتة هذه الفترة الأخيرة ما عادش يصنعوا فيها في سويسرا، فحولوا الجبل اللي كان مرسوم عليها القديمة، هو جبل صغيرون هنا لكن كان كبير هنا، حولوه من عليه لأن ما عادش تتصنع في سويسرا. الجبل هذا أعلى قمة في سويسرا وفي جبال الألب في اللي في سويسرا، اللي هو اسمه يونغفراو. يونغفراو هذه معناها اللي هي المرأة الصغيرة أو العذراء. لما تتفرج على الفيديوهات متاع سويسرا تشوف قطار أحمر فسط سواح ولا كده، وفي ناس تفوت في جنب شلالات اللي هم على الألواح خشبية زي الجسر، هذه كم كلهم في اليونغفراو. باش تدخل لليونغفراو، أنا كباك باكر ما نقدرش ندخل لليونغفراو، لأن اليونغفراو ضروري تخلص 200 فرنك سويسري. التور غادي ولا زيارة اليونغفراو ضروري تخلص عليه فلوس. موضوعنا الشوكولاتة وموضوعنا الجبل، ما قدرتش نمشي للجبل، وقفوني قالوا لي ممنوع الوايل كامبنج اللي هو تمشي وتزوره، ضروري تخلص تذكرة، وما عنديش المبلغ هذا باش نخلصه في يوم ولا يومين على الجبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله من رحلة لرحلة. طارق، السلام عليكم.